رحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة المحترف للشروحات. في هذا الدرس المهم هو طريقة استرجاع الصور وكذلك الفيديوهات في تطبيق الفايبر. بعد عملي للدرس الأول هو طريقة استرجاع الرسائل بعد عمل فورمات أو بعد حذفها في الفايبر، وكانت جل الأسئلة يعني تقول لي كيف استرجاع الصور وكذلك الفيديوهات في تطبيق الفايبر. أنا ذاك لم يكن الفايبر لدي هذه الميزة أو هذه الإمكانية، لأني بعد التحديث الأخير الذي عمله الفايبر أصبح بإمكانك استرجاع الصور والفيديو، لكن لابد أن تفعل هذه الخاصية. فاليوم بحول الله سوف نكتشف هذه الخاصية وكيفية عملها وكيفية استرجاعها، وأيضا طريقة يعني عرض الصور والفيديوهات بعد عم حذف التطبيق الفايبر او عمل فورمات للتطبيق. كل ما عليك فقط هو التوجه الى الفايبر الخاص بك، ثم تضغط على هذه الأيقونة بلوس بهذا الشكل. يعني قبل أن نذهب لذلك، فمثلا سوف أدخل إلى هذا الشخص كما تشاهدون، لديه هذه الصورة قد أرسلها لي. فنضغط على كما قلنا بلوس أو زائد باللغة المزيد باللغة العربية، ثم نضغط على بارامات أو الإعدادات باللغة العربية، ثم نضغط إلى كونت أو الحساب باللغة العربية، ثم نضغط على سوفو جارد فايبر أو حفظ باللغة العربية. نضغط عليه بهذا الشكل، نختار بعد اختيارنا يعني الإيميل الخاص بنا ويعني طريقة يعني من لم يعني يعرف كيفية ذلك. كل ما عليه فقط هو مشاهدة الفيديو الأول الخاص بي، وسوف تجدون أسفل الفيديو في الوصف سوف تجد يعني كيفية إضافة الإيميل وكذلك كيفية حفظ الرسائل واسترجاعها متى تشاء. سوف أضع لكم الفيديو في الوصف كما قلت لك. نضغط على سوفو جارد مانتونو الآن كما تشاهدون، سوف يتم حفظ الرسائل وكذلك الفيديوهات وأيضا كل شيء. يعني هنالك يعني ميزة وهي هاي لك كما تشاهدون الفوتو والفيديو، لا تنسى يعني التعليم عليه، وهذا أمر مهم للحفاظ على الفوتو أو الصور وكذلك الفيديوهات الخاص بك. نضغط على سوفو جارد يعني بعد تعليمنا عليها، نضغط على سوفو جارد كما فعلت الآن. أنا لدي 9.8 ميجا يعني تقريبا 10 ميجا من يعني من الرسائل وكذلك الصور والفيديوهات التي قمت بحفظها. الآن يعني بعد انتهائنا من هذا الشكل سوف أذهب إلى الإعدادات، ثم نضغط إلى الأبليكيشن أو التطبيقات باللغة العربية، تجدها تطبيقات. ثم نذهب إلى الفايبر، هو الفايبر، ثم نذهب إلى الكاش الخاص بالفايبر والتخزين، نضغط على سوبريمي لي دوني أو مسح البيانات وفيدي لو كاش. الآن بعد دخولنا إلى الفايبر سوف يتطلب منا إدخال رقم الهاتف الخاص بنا. لكي نتأكد من استرجاع يعني الصور، لم يذهب نستطيع استرجاع الصور وكذلك الفيديوهات، نضغط على ديماري مانتونو وندخل الرقم الهاتف الذي قمنا بالعمل عليه عملية الحفظ للرسائل يعني وكذلك الفيديوهات والصور. هو الرقم الخاص بي، نضغط عليه، يعني هذا الرقم خاص بي، إذا يعني أي استفسار أو أي مشاكل يرجى الاتصال بي من دولة الجزائر. نضغط على continue ونضغط على authorize بهذا الشكل، authorize يعني نضغط على موافقة ونضغط على وي. الآن اوتوماتيكيا سوف يعني يتصل، هنا تدخل الإيميل الخاص بك الذي عملت له الحفظ،
الآن كل ما علينا فقط هو الضغط على ريستور مانتونو. الآن نضغط على إعادة تحميل الرسائل وكذلك الصور والفيديوهات، وكما سوف تشاهدون الآن استرجاع الرسائل وكذلك استرجاع الصور والفيديوهات. فكما شاهدتم قبل يعني في بداية الفيديو أني يعني قمت بالدخول إلى أحد الأصدقاء وقد بعث لي صورة ليد. الآن هل يمكننا يعني استرجاع تلك الصورة وهل نجدها؟ سوف تلاحظون ذلك. ونضغط اوتوريزي اوتوريزي اوتوريزي، ثم ندخل الى ذلك الذي هو يعني الذي رأيناه في بداية الفيديو. والآن نضغط على الصورة التي ارسلها الينا كما تشاهدون، والآن الصورة كما تشاهدون ولم يعني لم تذهب ولم يقم بحذفها الفايبر كما تشاهدون الآن. إن أعجبك الفيديو عزيزي لا تنسى الإعجاب به، فإعجاب الفيديو هذا يحفزنا لنشر المزيد ومشاركته بأصدقائك لتعم الفائدة. كان معكم أخوكم بدر الدين من قناة المحترف للشروحات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في درس لاحق بحول الله.